نظمت مطرانية المنيا وأبو قرقاس بالتعاون مع جمعية مفتاح الحياة بالمنيا مؤتمرا تحت عنوان التراث القبطي عبر العصور، وذلك يوم السبت الموافق 26 من أكتوبر الجاري ببيت أولاد الملوك بالبرجية. تناول المؤتمر عددا من الموضوعات، منها تاريخ فن الأيقونة، طقس أسبوع البصخة المقدسة وتطوره عبر الأجيال، علاقة الأيقونة بالعمارة القبطية، والتكريس من خلال كتاب تاريخ البطارقة. نتابع. أرض إحنا بنشارك في ملتقى حوالين المنيا، تراث المنيا وحضارة المنيا، في مجموعة من المحاضرين بيتكلموا في أثار المنيا، في مخطوطات، في أدب، في لغة، في تراث، في تقليد، وبنحاول نزيل الغبار التراكم كده خفيف على المحافظة العظيمة دي، محافظة مهمة جدا من جهة تاريخها السياسي، تاريخها الأسري، تاريخها الأدبي. كانت مصر بتحكم من المنيا هنا في عصر النفرتيتي، في الفترة دي هنا أخناتون عاش، هنا عندنا يعني تاني أكبر منطقة أثرية في مصر بعد الأقصر، وربما تكون تالت منطقة في العالم ربما، وغنية جدا بتراثها، غنية بعلمائها، غنية بثرواتها الطبيعية. جمعية مفتاح الحياة جمعية أسست لكي تخدم التراث القبطي والدراسات الحضارية القبطية. نظمت الجمعية في الفترة السابقة مجموعة من اللقاءات العلمية والندوات، منها لقاءين أو مؤتمرين بعنوان المنيا تاريخ تراث حضارة، وده بيبقى في شهر مارس وموافق للعيد المنيا القومي، وفي شهر أكتوبر بنعمل أو بننظم المؤتمر التراث القبطي عبر العصور، ده المؤتمر الثاني بهذا الاسم، فعشان كده اسمه التراث القبطي عبر العصور 2. المؤتمر السنة دي بيشمل مجموعة من الأبحاث المتنوعة في الدراسات القبطية من الأثار والتاريخ والعمارة والفن والأدب، اللي بيقدموا أبحاث باحثين من اسكندرية لسوهاج حاضرين النهاردة معنا، من الجامعات المصرية ومن أباء الكنيسة ومن الباحثين في الدراسات القبطية في الكنيسة القبطية، سواء من المعاهد الدينية أو المعهد الدراسات أو الكلية الإكليريكية. المؤتمر ده هو بيعتبر خامس مؤتمر بتنظمه جمعية مفتاح الحياة، طبعا بتعاون مع مطرانية المنيا وأبو رقاص، وتحت إشراف نيافة الحبر الجليل الأنبا ماكاريوس أسقف عام المنيا وأبو رقاص، وبيعتبر تاني مؤتمر متخصص في التراث القبطي. الهدف طبعا من المؤتمر ان احنا ننشر التراث القبطي، وبالاخص تكون محافظة المنيا ليها دور في هذا التراث. المحاضرة بتاعت النهاردة ومشاركتي في المؤتمر التراث القبطي عبر العصور، دي مشاركة مني في ورقة بحثية عن الخزفيات القبطية المسيحية في المتحف الإسلامي. عرضت هذه الورقة البحثية لكي نوصل للعالم أكمل بأن المتحف الإسلامي يحوي بداخله التراث المسيحي والصناع المسيحيين والفنانين المسيحيين، وأن هنا ليس هناك أي نوع من أنواع الفرقة والفصل والتمييز، بل أن المتحف الإسلامي وعصرنا الحديث يجمع الكل تحت راية مصر. سعيدة جدا أن أنا شاركت في المؤتمر اللي هو بيتكلم عن التراث والعمارة والفن. الموضوع اللي أنا شاركت فيه بشارك بموضوع يخص جبل الطير. جبل الطير قيمة تراثية عالمية. أنا شفت من خلال شغلي في لجنة العائلة المقدسة ومع فريق الجمع، وإحنا بنجمع الداتا الخاصة بالتراث اللامادي والتراث المادي الخاص بالمواقع اللي مر السيد المسيح عليها والسيدة العذراء خلال زيارتهم لأرض مصر، إن المواقع دي لابد الاهتمام بيها ورعايتها وإلقاء النظر عليها.